رودريجو يعني من دون شك ببعض المحلات حسينا يعني فيزيكلي نزل الفريق، هيدا امر طبيعي مع التوقف طويل كان لكم، لكن اليوم قدم اداء كبير اون بوث اندز الرياضي، صار فينا نامن اكثر واكثر ان انتم حتعملوا نتيجه كبيره بهالبطوله، وخصوصا اليوم فزتوا على بطل العرب باخر سنتين. صح ان شاء الله، يعني الفريق فيه روتيشن كثير كبيره، عم بتعود قله انه التوقيف اللي صاروا 3 اشهر للعيبه، عم نلعب كثير منيح مع بعض، عم نقاتل، طلعنا up by 15، لازم نتعلم من هيدا الربح لانه كان ممكن نخسر الجيم، وكان عندنا بعد 2 جيمز كثير صعبين، لازم نتعلم من هيدا ونضل على نفس الانتنسيتي كل الجيم. مثل ما قلت انت طبيعي نعمل دروب بمحل معين، بس كثير منيح قدرنا ننهي الجيم لمصلحتنا، سبيشلي ضد الاتحاد السكندري فريق كثير كبير وبيضلوا يقاتلوا لاخر لحظه مثل ما شفت. يعني شفناهم يعني باول جيم كانوا كثير اجريسيف على الدفاع. صح. شو قالكم كوتش احمد فران؟ تقدرت يعني طبعا واحده من التورنينج بوينتس كان دخولك الى ارض الملعب بدلا من وائل، لانه كانوا عم يعملوا دبل تيم على وائل. مزبوط، اللي لازم نعمله هن كانوا عم بيعملوا كثير بريشر علينا، لازم تقطع عليهم تو اتاك دم، تستفيد انه هن كثير فاتحين. المشكله بثاني هاف انه الانرجي تبعنا والفيزيكال الفتنس تبعنا قشطت شوي، وما كنا عم نقدر نعمل ونخلق هذا الادفانتج، من هيك عملوا كامباك كثير كبير. بس مثل ما قلت لك فريق فيه كثير ويبنز وفيه كثير عناصر، بيكفي واحد او اثنين يكونوا لاقطين شوي، يعني دي جي ومايك باخر الجيم، وائل عمل مباراه كثير كبير، الكل بتحس كل حدا كان عنده بوزيتيف رول، كير هايك، دارين تاونز، كل حدا فات على الملعب عطى شيء للفريق، مازن على الديفنس، سو ان شاء الله نضل هيك، والكوتش عم بيعمل شيء كثير منيح انه عم